السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من ساعة محبة. الحديث في هذا اليوم سيكون حول التدين بين الارتقاء والانتقاء. كيف يمكن أن نفهم التدين بطريقة صحيحة؟ كيف يمكن أيضا أن نفهم مشاكل التدين، أخطاء التدين، انتقائية بعض المتدينين، التدين المغشوش كما سماه الشيخ محمد الغزالي رحمه الله. بداية نرحب بضيوفنا لهذه الحلقة، الدكتور عبد الرحمن بني بكر. أهلا وسهلا دكتور، حياكم الله. حياك الله يا دكتور. والدكتور أيضا فائق بن رشيد، أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا بكم دكتور، حياكم الله. الله يسلمكم. يعني دعنا نبدأ دكتور فائق يعني تعريف بسيط. يعني إحنا بنحكي الدين، والدين طبعا يعني له معاني عديدة، ولكن حتى السادة المشاهدين يعني يميزوا الفرق بين الدين والتدين، لأنه عندما ننتقد طريقة التدين حتى لا تفهم بأنها يعني تنتقد الدين. فالتمييز بين الدين والتدين، مفهوم الدين ومفهوم التدين. هذه هو الأهمية في التفريق بين هذين المصطلحين، مصطلح التدين ومصطلح الدين حقيقة، حتى لا يخلط كما يخلط البعض أو كثير من الناس بين مفهوم الدين ومفهوم التدين. بالضبط. فالدين ببساطة إنجاز التعبير هو النصوص، هو الوحي، هو التعاليم والمقاصد، ومجموعة الأفكار والعقائد في مفاهيم الحياة والكون. هذا هو الدين. لكن التدين يختلف تماما، هو فهم الناس لهذه النصوص، وسلوكيات الناس تجاه هذه النصوص، تطبيقات الناس تجاه هذه النصوص. فهو أنماط وسلوكيات وتطبيقات للناس تجاه دينهم أو تجاه فهمهم لدينهم. وهذه تتأثر بالظروف، تتأثر بثقافة الإنسان وطريقة تفكيره. بلا شك. وهنا الخطر، إنه عندما لا نفرق بين هذين المفهومين، أننا نخلط بين الدين والتدين، فيتضرر الدين على حساب التدين المغلوط أو المغشوش أو المنقوص. ولذلك دائما الدين هو الدين محفوظ ومعروف، لكن التدين ربما يطاله النقص ويطاله الانحراف ويطاله شيء من هذا القبيل. وبالتالي عندما لا نفرق بين هذا ينسحب هذا على ذلك. ذلك لابد من التفريق بين ديننا السمح وما انتهى إلينا هي تديننا، وما انتهى إليه تديننا، باعتبار أنه هناك فجوة صراحة بين الدين وبين تدين الناس. ولذلك لابد أن نركز على أن المعيار هو الدين وليس التدين. رائع جدا. طيب دكتور عبد الرحمن، البيئة وظروف الإنسان التي يعيشها، ثقافته، دراسته، هل تؤثر بطريقة تدينه؟ يعني ربما هذا سؤال، وأنت يعني درست هذا الموضوع واختصيت بهذا المجال، البيئة العقدية وتأثير البيئة على عقيدة الإنسان. كيف ترى هذه القضية؟ بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله. أشكرك أستاذي الفاضل على استضافتي في هذه الجلسة وفي هذا العنوان الجميل. بصراحة لا نبتعد إذا قلنا الإنسان ابن بيئته حتى في تدينه. الإنسان ابن بيئته حتى في تدينه. فالتدين الإنسان أو البيئة المحيطة في الفرد تصوغ تدينه، صحيح، فهو وتعطيه مفردات هذا التدين شيئا فشيئا، حتى أن مجتمعه يفرض عليه بعض القيم في التدين، بعض المسائل، وهو يفعل ما ينتظره المجتمع حتى يندمج في مجتمعه، يفعل أو يطبق حتى بأفكاره وفي سلوكياته ما يتوقعه المجتمع منه. يعني أنت تقصد دكتور عبد الرحمن أنه التدين مرات بيكون يعني نوع من الإحساس بالجماعة، أو أنه يعزز عنده الإحساس بالهوية الجماعية، وبالتالي هو كأنه نوع من الهوية أصبح. نعم، هو بحاجة للانتماء لجماعته وموافقتهم في التدين، بيعطيها الإحساس هذا، يشعر بالانتماء لأنه وافقهم. بالإضافة أن المجتمع له أساليب ضبط لأفكار الفرد، فالفرد إذا شذ في بعض الأفكار المجتمع يعود ويضبطه، فيخرج الفرد متشرب لأفكار الجيل الذي سبقه. لكن قد يسأل سؤال هنا، قد يكون المجتمع يعني متشرب لأفكار سلبية، فقد يرى المجتمع الأفكار الصحيحة هي المشكلة. نعم. يعني قد يردع عن التفكير الصحيح، يعني قد نقع في مشكلة أخرى. لذا نحن بحاجة وبشدة للتفريق ما بين التدين والدين. أيوة. نعم، التدين يفرض عليه قيم لا يرى غيرها صحيحة، حتى إذا قدمت له الدين الحقيقي وبالدليل، قد ببساطة بقول لك هذا دين جديد، من أين أتيت به؟
فالإنسان حتى في تدينه ابن بيئته، فهو يواكبهم في الأفكار والأقوال، ولا يستطيع أن يشذ إلا نادرا، أن ينفصل عنهم إلا نادرا. رائع. يعني التدين من الإنسان والدين من الله. جميل. وبالتالي التدين هو يحتمل أكثر من طريقة، بينما صحيح. الدين هو الأصل، هو المنبع، هو الأساس، وهكذا. طيب دكتور فائق، يعني أبدأ ربما من مقولة الإمام علي رضي الله عنه، يقول: قسم ظهري اثنان، جاهل متنسك وعالم متهتك. يعني قد يكون إنسان متدين ولكنه يخطئ، وقد يكون إنسان جاهل يدعي التدين. يعني أنماط التدين، أشكال التدين، ممكن أنه نصنفها؟ يعني ممكن كيف على سبيل المثال أنه إحنا نحكي أنه الدين هناك أركان وهناك فروع، هناك أحكام عملية، هناك كذا، هل يمكن تصنيف المتدينين بطريقة علمية هيك تكون مفهومة أيضا؟ حقيقة في هذا الجانب يعني نظر كثير من العلماء إلى أنماط التدين أو أنواع التدين عند الناس من جهات مختلفة. فهناك من صنف التدين على أنه نوعان: تدين حقيقي أو صحيح، وتدين مغشوش جاز التعبير. وهناك من يعني صنفه على أنه تدين شكلي وتدين جوهري. جميل. وهناك تصنيفات أخرى لمثل هذا التدين، وطبعا هذه تختلف باختلاف أسباب هذا التدين. هناك تدين ناتج عن جهل، وهناك تدين ناتج عن علم، وهناك تدين ناتج عن تطرف لفهم هذه النصوص وما إلى ذلك. وبالتالي تصنيفات هذه الأنماط حسب هذا الفهم عند الناس للتدين أو للدين وتطبيقهم له. وبالتالي هذه التصنيفات لخصها كثير من العلماء على أنها ربما يعني تكون ثلاث تصنيفات أو أربعة، اللي هو التدين الانفعالي وأساسه هذا الجهل في الدين، وهناك التدين الشعائري إنجاز التعبير الذي يهتم بالشعيرة والشعائر الدينية، وهناك التدين المعرفي الذي هو أساس المعرفة. وهذا أحيانا يقود إلى شيئين، يقود إلى الفهم الصحيح، ويقود أحيانا إلى يعني إنجاز التعبير أيضا. رائع. يعني هذا التقسيم حقيقة تقسيم جميل جدا. يعني هذه هي الأنماط، يعني التدين انفعالي وبالتالي عاطفي، وربما هذا يكون غالبا عند العوام أو الناس البسطاء. نعم. وحتى أحيانا ربما دكتور يكون عند بعض الناس الذين لهم عواطف دينية وقلة معرفة في الدين، وتكون هناك بعض الأحداث تعمل عندهم ردة فعل تجاه الدين. يعني أحيانا الناس بتكون من أصحاب السوابق، فجأة يعني يتأثر بأحداث معينة وينطلق إلى مجاهد، وهذا جميل. الحقيقة يعني هذا التدين هو ناتج عن ردة فعل فقط، وهو عاطفة جياشة موجودة تحركت. أنا أذكر بعض الأصدقاء، هو لا يلتزم بالصلاة ولا بالصيام ولا شيء من ذلك، وله صديق ملحد كان في مكتبة من المكتبات، فسمع الأذان، فردت فعله تجاه ذلك أنه أظهر أنه متدين مباشرة. يعني أظهر أنه يلبي النداء، أنه سيذهب إلى الوضوء ويصلي وما إلى ذلك، رغم أنه لا يصلي. هذا هو التدين الذي نتحدث عنه، اللي هو التدين الانفعالي نتيجة ردات فعل فقط لا غير. جميل. دكتور عبد الرحمن، وأيضا يعني سؤال له علاقة بما قاله الدكتور فائق، يعني هل تعتقد أنه التدين العاطفي الانفعالي له أثر بما يسمى بالتدين العنيف؟ هناك ما أيضا من هذا المصطلح أنه التدين اللي فيه تطرف عنفي أذى، يعني هذا الإنسان اللي بتطرف، هل ممكن يكون تطرفه ناتج عن هذا النمط من التدين، هذه النوعية؟ يعني هو هناك تشعب بصراحة في هذه النقطة. أيوه. هناك بعضهم تدين شقي وهناك تدين سعيد. هذا من التدين الشقي، إنسان بنى رأيه بشكل عاطفي بعيد عن النصوص، بعيد عن تربية العلماء له، فعاطفة قامت في نفسه وأراد أن يستجيب لها، فكان تدينه تدين شقي، فحتى حرم على نفسه يعني ما أحل الله له، وهذا تدينه يمكن أساء لمن حوله، وحصر تدينه يعني أشق على نفسه ومن حوله ابتغاء الآخرة. وهي من أنواع التدين الخاطئة، أنه يظن الدين فقط للآخرة وليس أنه للدنيا قد تستمتع. هذه المفاهيم التي تسهم في التدين الشقي. الشقي. كما نعم، مع أن الله عز وجل قال
يعني للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة في هذه الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ربنا آتنا في هذه الدنيا حسنة. لكن التدين الشقي هذا العاطفي الغير ممنهج الغير مبني على أصول سليمة يرى أنه الدنيا الدين ليس للدنيا للآخرة، فيشق على نفسه على من حوله فينتج أو ينتج هذا التدين، وبالتالي مستعد أنه يخرب الدنيا كلها علشان هالمفهوم اللي عنده أنه الدين للآخرة. ومش شرط أنه الدنيا نعمرها، مش شرط أن نصلحها، مش شرط أن تكون كما ينبغي. ما هي عبادة، عمارة الدنيا عبادة. هو لا يرى ذلك، هو يرى أن هذه الدنيا سوف تدخله جهنم، مع أن الآيات والأحاديث تدعوه إلى الاستمتاع في الدنيا بما يرضي الله، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تنسى نصيبك من الدنيا. المتدين السيء المتدين الشقي الدنيا عدوه. طب هاي المصطلحات دكتور عبد الرحمن، نعم. يعني لما نقول المتدين الشقي أو التدين المغشوش مقابل ذلك، وكنا نتحدث قبل اللقاء حقيقة وأعجبني الفكرة، يعني لما قلت أنه لما نقول التدين الانتقائي إحنا ما بنعطي حكم، وبالتالي المصطلح بيظل كأنه موضوعي أكثر، لأنه لما نقول التدين المغشوش أنت كأنك تعطي حكم، وبالتالي هو لا يراه مغشوش أنا أراه مغشوش. هو يعني ما هو الضابط في التدين المغشوش؟ أيوة، يعني ببساطة حتى صاحب التدين المغشوش يرى نفسه هو حق الحق بالضبط. وإذا قلت يعني واجهت أنه تدينك مغشوش وعندك أخطاء وسلبيات، ببساطة رح يواجهك وأنت تدينك مغشوش. جميل، لأنه أقام موازينه الشخصية، لأنه هو يعتقد أنه على حق. طب دكتور فائق، وأيضا يعني استمرار للفكرة اللي أثارها الدكتور عبد الرحمن، في مقولة لأحد العلماء يقول أن الشيطان يفرح بصاحب البدعة أكثر من فرحه بصاحب المعصية. وهون البدعة مش بالمعنى الحرفي أنه طول ثوب، يعني زي للأسف الناس اللي أنا بعتبر الجهل بدعة، بعتبر التخلف بدعة، بعتبر الأمية بدعة، بعتبر. وبالتالي البدعة بمفهومها الواسع اللي بتساهم في نهضتنا الحضارية، مش أنا كيف ألبس ولا أطول ولا أقصر، اللي هي نزعة الشكلية. فيعني هذا النوع من التدين، التدين اللي الشكلي، التدين الشكلي كيف ممكن أنه ننظر له؟ هل هو تدين وعى واستوعب حقيقة الإسلام؟ كيف نتعامل مع التدين الشكلي في مقابل التدين الجوهري؟ وأنت كمان هذا المصطلح لك، يعني مقابل التدين الجوهري. نعم صحيح. والحقيقة نحن جميعا كمجتمعات مسلمة ضحايا للتدين غير الصحيح، إنجاز التعبير بكافة أشكاله، ومنها هذا التدين الشكلي إنجاز التعبير، أو حتى التدين العاطفي اللي كنا نتحدث عنه. وهذا الحقيقة يؤثر على المجتمعات تأثير كبير. على سبيل المثال، إذا كان هناك تدين شكلي أو عاطفي حبيس العاطفة، هو يعني سيء على المجتمع من جهتين. الجهة الأولى، أحيانا يبقى هذا الدين أو التدين إنجاز التعبير حبيس العاطفة، فبقول لك الإيمان في القلب ويبقى حبيس القلب ولا يصدقه أي عمل، وهذا خطير جدا لما نصل إلى أنه يبقى الدين حبيس عواطف أو مجرد مشاعر وعواطف، وهذا تدين من التدين الشكلي. وظهر هذا في الفرق السابقة، أنه ولا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله في الفرق، بالتالي شو ما عمل هو ضامن لحاله الجنة، أنه سليم القلب ويؤمن بالله ويغير النتيجة. وإيمان آخر بنفس العاطفي، أن هذا الإنسان العاطفي قد تستغل هذه العاطفة لتدمير المجتمع، زي ما حكينا أنه في ناس كثير عاطفتهم جياشة تجاه دينهم باعتبار المجتمعات كلها مجتمعات دينية، لكن قد تستغل وهي بيئة خصبة لأن تستغل نحو توجيه مسارات خاطئة لا علاقة لها بالدين، مثل ربط مفهوم الجهاد بمفاهيم خاطئة كما هو الحال في أيامنا هذه. هذا هو التدين الذي نعرفه تدين شكلي، ولا بد لذلك من العودة إلى التدين الصحيح الذي يعني يقرره الكتاب والسنة. جميل. وهذا نأتي إليه يعني إن شاء الله، وهذا أكيد يعني راح نكمل. لكن دكتور عبد الرحمن، الآية القرآنية أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، إشكالية يعني الانتقائية في التدين، أن نأخذ شيء من الدين ونترك شيء آخر من الدين،
ناتج عن خلل منهجي، ناتج عن عدم فهم حقيقة الدين، وبالتالي نتائجه ستكون نتائج وخيمة جدا. أنتظر إجابتك دكتور عبد الرحمن بني بكر، ولكن أعزائي المشاهدين نواصل حديثنا حول التدين بين الارتقاء والانتقاء، ولكن بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم من جديد ومواصلة الحديث حول التدين بين الارتقاء والانتقاء، بين أن يرتقي بنا هذا التدين، وهو واجب أو طبيعة التدين أن الدين يرتقي بصاحبه، يجعل أفضل بعد أن يتدين، بعد أن يؤمن، بعد أن يعرف حقائق الدين. لابد أن يكون راقيا، لابد أن يكون واعيا، لابد أن يكون مثقفا. ولكن نلاحظ أن هناك بعض الشوائب، بعض الإشكالات، وكنا قد أشرنا في الفاصل الأول، تحدثنا عن آية قرآنية ألمحت أن الله عز وجل يريد أن نتنبه إلى أن من التدين، من الفهم الخاطئ للدين، أن هناك من يفهم الدين بطريقة خاطئة، فيجب أن نسلط الضوء. دكتور عبد الرحمن، يعني التدين بطبيعته الخاطئة أو ب مفاهيمه البعيدة عن الدين الصحيح أو التدين الصحيح، دعنا نقول يعني أول شيء، يعني ما هي أسباب الانحراف في التدين؟ لماذا التدين يذهب نحو الخطأ أو نحو أشكال انتقائية أو مغشوشة من التدين؟ بسم الله. الانحراف في التدين أو الفهم الصحيح في الدين والتطبيق الخاطئ عن طريق التدين الخاطئ له أسباب كثيرة لا شك، يعني ويمكن يصعب حصرها الآن، لكن الجهل منها أكيد، الجهل منها، التسرع، غياب العلماء، وهناك مسألة أيضا أن الانتقائية في التدين، يعني نحن كثير من أبناء الأمة هو يختار كيف يعبد الله عز وجل، هو يختار تدينه. كثير منا لديه مقاييس ذاتية في تدينه، ليست مقاييس ربانية، هو اختار كذا وكذا وكذا، هذا تديني وليست مقاييس ربانية. منها قوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عنه وكيلا، أنت تكون عليه وكيلا. فهو ما يوافق هواه يطبقه ببساطة، يعني بدون رجوع إلى أصول. لذا تجد في نفس الشخص المتدين في نفس الحادثة، هنا يطبقها صح وهنا يطبق خطأ. صحيح. فتجد مثلا انتقائية في العبادة، انتقائية في صلة الأرحام، ممكن يكون عنده يعني أقارب، خال وخال، يصل هذا ولا يصل هذا، هذا دين وهذا ما بدي. انتقائية في إعطاء الحقوق، هذا لازم أعطيه وهذا ما بعطيه. والله هاي دكتور عبد الرحمن، يعني أنا ألاحظ أنه مثلا في موضوع التركات والمواريث، يعني قد يكون إنسان لا يقطع فرض وحج ويظلم، ولكن هذا الشخص عند مواضيع المواريث والتركات ممكن أن يأكل حق أخته، ممكن يأكل حق يتحول إلى جاهل. بالضبط، يعني فعلا هي مشكلة واقعية للأسف. أو شخص والله بيبني إسكانات، أو شخص يعني ممكن يكون وهو مصلي وحج وكذا، ولكن في نوعية العمل اللي بيقدمه مش شاعر إنه الدين له علاقة بجودة العمل، مش شاعر إنه الدين. هناك انفصال، لأننا حصرنا الدين في المسجد، مع أنه سلوكه اليومي هو دين وهو تطبيق عملي لتدينه، لكن إحنا حصرنا. ممكن ببساطة تجده من أهل الصف الأول بالفجر، يعني ومرابي ويظلم ويأكل حقوق ويظلم العمال اللي عنده ويؤخر رواتب وكذا، وهو حريص على لا ويتباهى، يعني رحنا عمرة وخشعنا وهو عنده موظفين أكل حقوقهم وأخرهم، لأنه اختار تدينه، لم يكن عنده انصياع لأمر الله افعل ولا تفعل، هو ما يناسب هواه اتخذه. جميل. لذا فهو قالوا المتدين يهوى دينه، أما الآخر دينه هواه.
جميل. يعني هذه يعني ربما كلمة أيضا بتلخص كثير نعم. أشياء، إنه زي نفس الشيء لما نقول لما إنسان يريد أن يصلي فهو يذهب إلى الصلاة حبا للصلاة، أرحنا بها يا بلال، وبين اللي بيقول لك خلينا نصلي هالفرض ونخلص، أرحنا منها، وبالتالي يرتاح من الصلاة. نعم. هناك من يرتاح في الصلاة وهناك من يرتاح من الصلاة, من الصلاة. نعم. يعني دكتور فائق، التدين، لماذا فقدنا التدين الروحاني؟ ليش صار التدين عندنا أقرب ما يكون إلى نوع من الميكانيكية؟ يعني إنه الإنسان زي الآلة هيك بروح بعمل، مش متذوق زي ما قلنا الحديث قبل شوي، أرحنا بها يا بلال، مش متذوق روح الصلاة، مش متذوق يعني روح الحج، مقاصد العبادات، مش عمال يشعر بروعة الدين. ليش الجانب الروحي ضعف؟ في كثير عندنا متدينين لكن عندنا قليل ممن يشعرون بهذا العمق الروحي. ليش احنا روحانياتنا ضعفت؟ اذا بتسمح لي دكتور اعلق قبل ما اجاوب على هذا على موضوع الدين الانتقائي، ونفرق بين جانبين. جميل. جانب الانتقائية وجانب الطبيعة البشرية. مم. التي حالها حال التقصير دائما. مم. الله سبحانه وتعالى شبه الوحي في كتابه العزيز بالغيث النازل من السماء، وهذا الغيث النازل من السماء يبقى في صفائه حتى يختلط بتراب الأرض. كما قال الله سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية، إلى قوله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذه طبيعة البشر مع التعامل مع النصوص والقرآن. لا يمكن في يوم من الأيام أن تبقى في صفائها وكمالها. هذه قضية جوهرية ولا بد أن نثبتها، وبالتالي مخالطة العنصر البشري لهذا الصفاء لابد أن يختلط بنوع من الكدر، لكن هذا الكدر أحيانا قد يقود يعني عشان ما نكونش مثاليين قد يقود إلى الانحراف، وهذا هنا الخطر. لكن ولذلك عشان ما نكونش مثاليين الله سبحانه وتعالى خطبنا بطبيعتنا: يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. أثبت الإيمان. نعم. وأثبت لنا أننا نقول ما لا نفعل أحيانا، لكن هذا ليس طبيعي في الموضوع أو بشري. فهو جميل. فالجزء نعم. البشري موجود، إشارة طيبة. لكن نعم. وين الإشكال؟ الإشكال في الانحراف الخطير على أنه هذا هو التدين، أن يصبح أصل. أي نعم، هو نعم. هذا هو الأصل، وبالتالي عندما أصبح الانحراف هو أصل إنجاز التعبير وهو دين، فقدت الناس روحانيات الدين. حتى ولذلك الدين كما بينت له روحانيات جميلة، والأصل أن يشعر بها الإنسان وأن يتلذذ بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، إذا حزبه أمر قام إلى صلاته، أرحنا بها يا بلال، وغير ذلك من الروحانيات العالية. كثير من الناس الآن مجتمعها متدين أو يعني هي متدينة، ولكنها تعاني من القلق والاضطراب وما إلى ذلك، وهذا مخالف لنصوص كثيرة من القرآن الكريم: فلنحيينه حياة طيبة. هذا هو الأصل في لكن هذا الخلط في المفاهيم، في التدين إنجاز التعبير الشكلي أو التدين المنحرف أو التدين الاجتماعي أو العادات والتدين عادات والتقاليد، هو الذي جعل من ديننا فيه جفاء وفيه قسوة وفاقد لهذه يعني الروحانية. يعني أعذرني دكتور فائق، لما نروح أنا مثلا زرت أندونيسيا بلد، أكبر بلد إسلامي، بتحس شخصية الأندونيسي أقرب للإسلام الهادئ الروحاني، تمام؟ يعني كأنه أحيانا نفس ثقافة البلد، نفس المزاج العام. يعني إحنا مرات مثلا خلينا نحكي أنه في منطقتنا عصبيين شوي، نعم، فيمكن تتوقع أنه يطلع التدين الغضبي، التدين الجهاديين وتدين العنف. يعني كأنه، ويمكن السؤال دكتور عبد الرحمن لأنك أنت كمان كتبت في الأمور هاي، هل في علاقة بين هالمزاج النفسي هذا اللي عند الناس، إنه الناس زعلانة وبالتالي لما بتدين بصير تدينه زعلان كمان، تدين غضبي؟ يعني احنا في علاقة يعني؟ يعني احنا ممكن نسمي تديننا تدين عربي أكثر منه تدين إسلامي. احنا تدين عندنا تديننا مظاهره غيرتنا عربية وليست إسلامية، نبالغ بالغيرة لأنه هيك احنا كعرب. نعم، هي مؤثرة زي موضوع جرائم الشرف، بروح بذبح البنت وبفضح حاله، وبس ابنه ما في مشكلة شو ما عمل، وبالتالي ما في معايير دينية مثل ما ذكرت، قيم هنا مزبوطة وهنا مش مزبوطة، انتقائي. نعم. انتقائي نعم. اللي بيناسبني. وهذا تدين العربي يعني هو ليس غير مقصود فيه الذم، لكن عدنا في بعض مظاهر التدين كما كنا قبل الإسلام،
يعني غيرتنا غير محسوبة، كرامنا غير محسوب، فهو مش مظهر إسلامي بقدر ما هو مظهر مظهر يعبر عن العقل العربي. هيك 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 احنا اصلا. الاندونيسي يعني بتلاحظ انه ما كان عندهم حروب ولا دخول بساحات قتال وكذا، فبقي عندهم الاسلام بهذا النعم، السماحه. بينما الشعوب التي دخلها في الاسلام ويعني احتكت اقامت في انفسها جدار لتقاوم هذا الإسلام. يعني كانت كبير. تذكرني، المعذرة دكتور عبد الرحمن قطعتك، بتذكرني بحديث أبي ذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وبالتالي على أن هناك خصائل أو خصال وبعض المواصفات تبقى في الإنسان حتى بعد ما يتدين، وبالتالي لازم يشتغل عليها ولازم يبحث عنها ويقومها. لعله تفضل فيه الدكتور، الطبع البشري ناقص، لابد أن يظهر هنا عور أو هناك. وأنقل كلمة للمرحوم طه جابر العلواني حين قال أن الدين تم والتدين لم يتم حتى في زمن النبوة. صحيح، حتى في زمن النبوة التدين قال لم يتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة. يعني أسلوب التدين ما وصل الذروة، وبنيتها حتى لا يفهم بعض المشاهدين نعم أنه لهدمت الكعبة، أنه وبنيتها على أساس إبراهيم، على قواعد إبراهيم. يعني يرجحها على الأصل الذي كانت عليه أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام. فما استطاع مع أنه الدين كامل، لكن التعبير عن الدين بتدين كامل ما كان غير متاح. هذه دكتور عبد الرحمن، يعني هذا الحديث لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، أو بمعنى ذلك، هذا حديث في غاية الأهمية، لأنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الثقافة العربية، يراعي طريقة تفكير هالإنسان العربي البسيط لما بده يغير شكل الكعبة، وإن كان بنائها في مشكلة، كان في غلط، ومع ذلك النبي في فرق ما بين مراعاة الثقافة وبين أنه النبي تخلى عن الفكرة الدينية. كيف نوضحها شوي هاي؟ لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه أن يتخلى. أيوة، حاشاه، ولكن راعى السقف المعرفي الموجود بالضبط. هذه الحدود المعرفة ما زال الإسلام لم يتمكن في النفوس. مع العلم رأوا المعجزات ويعلم أنه صادق وأمين، وقرأوا كتاب الله، لكن ما زال كثير منهم ما تمكن الإسلام في نفسه. عليه الصلاة والسلام راعى هذه المسألة وفي زمن النبوة. فهو لما ما استطاع أن يتجاوز الحدود التي عليها المجتمع، الحدود المعرفية، معرفتهم أنها هكذا، إذن لن أغيرها. رائع جدا دكتور فائق. قول للإمام علي أعتقد يقول: خاطب الناس على قدر عقولهم، يعني أنه لابد أنه إحنا نراعي حتى المستوى العقلي عند الإنسان، يعني عقل الإنسان وعلاقة العقل بالتدين. يعني هل هذا العقل هو جزء من عملية التدين، إنه لازم يكون له دور لما بدي أتدين بدي أستخدم عقلي، وبالمقابل لما الخطاب الديني أنا بدي أخاطب الناس كخطيب كمفكر كمثقف. كنا نحكي مثلا عن أحد الشخصيات عدنان إبراهيم قبل شوي، كيف إنه رغم أفكاره العميقة لكن ربما بعض الدعاة ربما يكون عندهم طريقة مباشرة تؤدي إلى ردة فعل. موضوع العقل كيف نستخدمه سواء في البحث عن الحقيقة، قراءة الدين، أو في خطاب الناس وتدرج مستوياتهم؟ نعم، وفي حقيقة المنهج القرآني في الخطاب هو يسعفنا في ذلك كله. ولذلك القرآن في بدايات ونزوله كان يراعي البيئة المحيطة في الخطاب، وذلك يخاطبهم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فيخاطبهم ببيئتهم التي يعرفونها، لأن هذا الخطاب يتناسب مع هذا المستوى من البيئة، وبالتالي الخطاب القرآني تنزل مثل هذا المستوى بما هو مشاهد ومحسوس ومألوف في البيئة. وهذا يغيب عن كثير من الدعاء أحيانا، خاصة عندما نتحدث إحنا أمام عالم مفتوح إنجاز التعبير، متعدد الثقافات، متعدد المشارب، متعدد العادات والمفاهيم وغير ذلك. وبالتالي أحيانا الحقيقة أنه الخطاب لابد أن يتنزل متنزل معين، لكن الخطاب العقلي إنجاز التعبير وإن كان لابد أن يراعي هذا الجانب كمراعاة، لا يكون فيه نوع من إنجاز التعبير الانحراف في الخطاب، بحيث يكون هدفه إرضاء الآخر أو تمييع الدين.
وهذا جانب برضو مهم في هذا الجانب. ولكن يعني قلت أنه أن لا يكون هدفه إرضاء الآخر، ولكن أيضا بنفس الوقت أن لا يكون نفسه غضبه أو عنفوانه يخلق ردة فعل عند بالضبط الآخر. يعني أنه ما يكونش هدفه أنه يقضي على الآخر، يعني أنا بديش أتدين عشان أخلص عليه كمان. أنا تديني مش علشان أنه أرضي، وتديني مش علشان كمان أخلص عليه. فيعني نواصل حديثنا الدكتور عبد الرحمن إن شاء الله أيضا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، نواصل حديثنا حول موضوع التدين بين الارتقاء والانتقاء، فابقوا معنا. معكم من جديد أعزائي المشاهدين، والحديث عن التدين وعلاقته بالدين، والتدين الصحيح والتدين الخاطئ. المشكلة ليس فقط في من لا يتدين، المشكلة ليست في أولئك الناس الذين يبتعدوا عن الدين وعندهم مشاكل في الحقيقة. يعني الإنسان مشاكله كثيرة، لما يتدين مشاكله كثيرة، ولما ما يتدين مشاكله كثيرة. ولذلك نحن نركز على مشاكل بعض المتدينين حرصا على نقاء الدين، لأن هذا الإنسان الذي ينتسب إلى الدين هو ينتسب إلى الحق، فيكون قدوة يتبع الناس. وبالتالي حرصنا على مراجعة التدين الخاطئ هو حرص على نقاء الدين وعلى قيمة الدين. دكتور يعني عبد الرحمن، يعني نعود للتدين الانتقائي. هون عندي سؤال بسيط، يعني في انتقائية بمعنى أنه في ناس بسطة، يمكن أنه مثلا بأخذ لك رأي من عند أبو حنيفة، بأخذ لك رأي من الإمام مالك. في انتقائية بالمعنى البسيط، ناس شعبيين بسطة، وبقول لك يعني دبر حالك، هذه الفتوى خذها حطها برقبة عالم واطلع سالم. فهذه الانتقائية البسيطة إيش رأيك فيها قبل أنه نتوسع في الانتقائية المختصة عند بعض الناس اللي يدعو إلى الدين ويعتقد أنه هو يعني على صواب؟ انتقاء العامي. العامي نعم. انتقاء العامي يعني إذا أخذ من أحد الأئمة الأربعة، هو بالمحصلة هذا رأي معتبر. جميل. وأخذ به، هو لم يختار رأي، أو لم حتى لو لم رجح هذا الرأي أو أخذ به ما زاد ولا نقص، هو أصلا رأي موجود ومعتبر. فانتقاء العامي لا يؤثر على الرأي الفقهي، هو أصلا موجود، أخذ من هون معتبر، أخذ من هون معتبر. أصلا العامي لا يبحث عن الانتقاء، والفقه مبني على التسهيل والتيسير. إذا لا بأس إذا أخذ بعض الرخص من هون بعض الرخص من هون، لا يعتبر يعني في يعني مشكلة. هو العامي مذهب ومذهب مفتي، مفتينا. ولكن يشترط في هذا الانتقاء إنجاز التعبير ألا يكون تتبعا للرخص، هي هذه الأساسية في الموضوع. فأنا عندما أريد أن أستفتي الأصل أن أذهب إلى المفتي الذي أثق فيه، ولا أستطيع أنا كعامي أن أذهب مباشر إلى ما أفتى أبو حنيفة وما أفتى الإمام مالك ورحمهم الله جميعا، ولكن مباشرة يأخذ الفتوى من مفتيه، ثم تكون غايته في ذلك الوصول إلى الحق، وليس تتبع الرخص ماذا قال أبو حنيفة فالجانب الأرخص، وماذا قال إمام مالك فالجانب الأرخص، يعني الأهون أنتقي وأطبقه، لأنه هون بصير عندنا كوكتيل إنجاز التعبير في هذا الجانب، ونخرج في نعم ونخرج في مذهب جديد، وبالتالي نقتص ونجتزئ كثير من الدين. بصير كل إنسان هو يصنع نوع من الكوكتيل الخاص فيه، يعني مذهب خاص فيه. نعم. يعني هو الفقه إخراج الناس من الحرام، الفقه إخراج الناس من الحرام. فإذا احتاج العامي لفتوى وسأل عالم وهناك على أي مذهب يمكن يخرجه من الحرام، ما المانع؟ الفقه هو إخراج الناس بالحرام، مع تنبيهه للمرات القادمة، مع تنبيهه المرة القادمة أنه افعل كذا ولا تفعل كذا. ولكن أحيانا قد لا تكون مشكلة مع العامي، يعني بالأخير العامي مذهبه مذهب من أفتاه وانتهى. يعني هل تعتقد أنه في من العلماء أو من ينتسب للعلم قد يقع بنوع من الانتقائية؟ يعني هاي قضية توضيح شوي. في من الناس من يدعي العلم أو من يدعي حتى قيادة اتجاهات دينية، من يكون عنده خلل في التدين وهو مش داري بحاله. هذه آفة لعلها لم تسلم منها فرقة. وضح لنا إياها. يعني مسألة بمثال واحد لعله، يعني كل الفرق تعتبر أنه فقط علماءنا هم العلماء الحق، مؤلفاتنا هي المؤلفات الحق، قتلانا هم القتل الحق، وغيرنا يعني اقرب كتبه ولكن احذر.
كثير من أصحاب يعني الفرق هاي كلهم عندهم نفس النظرة، فأنا أحق، ولو أخطأ عالمي الذي أنا أتبعه يجب أن أسكت، هاي هون الانتقائية، وإذا أخطأ العالم الآخر الذي من الطرف الآخر يجب أن يعني أظهر خطأه وأحذر منه، لأنه قد يكون مبتدع، وتحذير قد يتجاوز، تحذير من فاسق، بينما العالم تبعي لا، لحوم العلماء مسمومة ما تحكيش عليهم، علماء غيري، وهذا موجود تقريبا عند الكل إلا من رحم ربي. يعني كأنه عمت بها البلوى مثل ما بقول العلماء. إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي، يعني أصبحنا كل فرقة تنفي الأخرى متنافية، كل مجموعة ما تطبقه على نفسك طبقه علي. عالمك لحمه مسموم وعالمي لحمه مسموم. والله يا دكتور عبد الرحمن لو إحنا طبقنا الحديث النبوي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، طبقناها في هذا المجال وفي ذلك المجال، لا نحب لأنفسنا أن يتهمنا أحد فلا نتهم أحد، لا نشتم أحد ولا يشتمنا أحد، لا ندعو للبغضاء ولا يدعو غيرنا لبغضائنا، يعني هذه القاعدة الذهبية الرائعة لو إحنا طبقناها كان حياتنا كلها بخير. هذه الانتقائية، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لجماعتي، بينما لغيري فاصدع بما تؤمر ويجب تحذر منه، بصير معيار ثاني. معيار ثاني، هاي الانتقائية، هاي اللي نحكي الانتقائية. طب دكتور عبد الرحمن، أو ربما اعذرني نعود للدكتور فاعل، النفاق دكتور، أليس النفاق هو نوع من التدين المريض؟ بلا شك، وإذا سمحت لي أعلق بدقيقة على الكلام موضوع اللي هو المذاهب وما إلى ذلك والانتقائي بين المذاهب. حتى بعض الناس اليوم ظهر علينا ويقول لك أنا مذهبي مذهب الدليل وليس مذهب قال أبو حنيفة وقال الإمام أحمد، وهذا الحقيقة مذهب فيه نوع من الخطر. الأكثر فهما للدليل هم الصحابة رضوان الله عليهم، وهم كانوا على الدليل أيضا على الدليل. الإمام أحمد والإمام الشافعي، وبالتالي هؤلاء عندما يعني هم الأقدر على فهم الدليل، بينما يأتي بعض يعني المتعلمين إنجاز التعبير هذه الأيام ويقول لك أنا يعني هم رجال ونحن رجال، وهذا الحقيقة يعني يقود إلى مثل هذه الفتاوى الشاذة التي يعني ما أنزل الله بها من سلطان. ليش؟ لأنه سيبقى فهمه للدليل قاصر ما لم ينظر إلى مذاهب العلماء في هذا. طيب ما الحلول؟ يعني دعنا الآن نتحدث عن التدين القوي، التدين الكامل، التدين النبوي الرسالي، يعني بأي عبارة أنا بقول إنه ماذا نفعل لنسوخ هذا التدين؟ الحلول هي يعني تحييد العصبية عن 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 الدين. العصبية والتعصب للآراء والمذهب والأفكار هي التي يعني الحقيقة تقزم وتحجم الدين هذا التحجيم. أنا أقول إنه الدين أوسع من كل هذه التيارات التي نتحدث عنها، الإسلام بشموليته واسع جدا، حتى في التدين اللي إحنا عرضناه اللي هو التدين الشعائري والتدين إنجاز التعبير المعرفي والعاطفي، وحتى التدين الكموني الذاتي والتدين الحركي اللي هو ينطلق للإصلاح وما إلى ذلك. كل هذا يعني الإسلام فيه مساحة واسعة لشموليته واستيعابه كاملا. وكل هذه التيارات التي يعني دعت إلى التدين سواء الذاتي من خلال الزهد والعبادة والتقشف وما إلى ذلك وغيرها، أو الحركية التي دعت إلى الإصلاح، كل هذه الإسلام يعني يستوعبها. لكن وين الخطر؟ أن يدعي كل واحد أنه هو الأقرب للسنة وأنه الأصح وغيره على خطأ، وهذا نتيجة طبعا التعصب الذي آفة من آفات هذه الأمة، وخاصة كمان إذا كفر غيره ولا على غيره، يعني درجة لسه يعني. وهذه كمان نعود يعني دكتور عبد الرحمن، ماذا عن الحلول؟ دكتور أعلق على مسألة من يظهر وتدينه قال أنا فقهي فقه دليل، لو رجع إلى علمائه علماؤه يقولوا خذ بمذهب، علماؤه بيقولوا له خذ بمذهب، ثم إذا رأيت أنه هذا المذهب خالف بمسألة لا بأس. الظاهر الجديد أنه ما برجع لأي مذهب، ما برجع لأي مذهب إطلاقا، ومن حاله بيبدأ يعني بيقرأ كتاب أو كتابين ثم يبني فقهه الخاص. هذا بصير نسبة الاختلافات بين الناس عالية. نعم. يعني لما يكون في عندك 4-5 مذاهب والناس تسير على مذاهب معينة، إلا في حالات استثنائية قد تخرج، مثل ما خرج ابن عربي المالكي مثلا في مسألة الزكاة عن المذهب المالكي، حالات استثنائية، ولكن لو كان كل إنسان يؤسس مذهب يصبح إحنا صرنا يعني المجتمع عملي. نعم. أما بخصوص سؤال حضرتك، يعني الحديث الآن عن تطبيقات عملية مظاهر التدين الحق، مظاهر التدين الحق كيف يكون هناك متدين حقيقي. أنا أعرض يعني نقاط سريعة
وكل منا يبحث عن تدينه، هل هو فعلا أنا متدين بحق أم من أنا أم متدين انتقائي. فمثلا المتدين الحقيقي يهتم بالعبادات العلنية والعبادات السرية، عنده عبادات علنية واضحة بيأديها، أما بالسر إذا ما أداها هذا مش متدين. ظاهره وباطنه. أيضا المتدين الحقيقي يهتم بالعبادات مع الله ومع الناس، فهو يتقرب إلى الله بالعبادات، وأيضا حسن التعامل مع الناس وأداء حقوق الناس وأداء وخدمة الناس والسعي في حاجاتهم، هذه أيضا عبادة. طب هذا عن العبادة، ماذا عن الفهم ودور الفهم في التدين الحقيقي؟ نعم. إذا أراد إنسان أن يحاسب نفسه فعلا أنا متدين تدين حقيقي، أول ما يسعى قبل أن يحصل الفهم يحصل المصادر الحقيقية للفهم. نعم. يعني كيف بنى رأيه أصلا، كيف بنى رأيه؟ وإحنا تحدثنا بداية الحلقة عن أن البعض بنى رأيه عاطفيا، يعني حماسة وبنى رأيه، في بعضهم بنى رأيه تعصبا. حتى يكون له فهم صحيح يلزم أصلا أن يرجع إلى أصول التي تلقى منها، أن تكون صحيحة، عالم أمين، عالم عامل، عالم صادق، يرجع إلى أصول مرضي عنها عند الجميع. طب ما رأيك بدراسة المنطق بالنسبة لدارسي الشريعة؟ يعني أليس دراسة المنطق يمكن أن تساعد العقل المتدين، العقل المسلم، على أنه يفهم كيف يتعامل مع النص الديني؟ هل هذا شيء مفيد؟ يعني شيخ الإسلام حين قال لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به الغبي، هكذا النص. والجميل أن معظم الناس النسبة العظمى مش أذكياء أذكياء، والأغبياء أغبياء، يعني ينتفع منه نسبة العظمى. إذن يحتاجونه. نعم يحتاجونه. وأنا أضيف شيء أيضا قبل ما نسمع رأي الدكتور فائق، أن المنطق الصوري الذي كان موجود في عصر ابن تيمية هذا شكل من أشكال المنطق، هناك تطور كبير في الدراسات وفي المناهج المتعلقة بالمنطق وأشكال المنطق، وبالتالي الانفتاح على المعرفة العقلية، وكان قبل شوي الدكتور فائق لما قال إنه التدين المعرفي، وبالتالي دور المعرفة في التدين. هون دكتور ما دمت أنت أثرت الموضوع فهو ذنبك يعني أنك توضح لنا دور المعرفة في بناء التدين الصحيح. ركز لنا دكتور على ما ذكرته من التدين المعرفي، إيش يعني تدين المعرفة وكيف نبنيه وكيف نأسسه؟ سأضرب مثال مباشرة في فهم التدين المعرفي لصحابي اسمه كهمس الهلالي، أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم غاب عنه سنة كاملة. جميل. ثم عاد بعد سنة وتغير حاله ونحل جسمه، أصبح جسمه نحيلا وما إلى ذلك من نتيجة يعني طقوس دينية مارسها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي عليه الصلاة والسلام أتعرفني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، تغير حاله يعني. فقال أنا كهمس الهلالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهذا حالك يعني ما سببه؟ فقال منذ أن تركتك يا رسول الله ما أفطرت يوما وما نمت يوما، يعني ليلة إنجاز التعبير، فقضى نهاره في الصيام وقضى ليله في القيام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم شهر الصبر وصم يوما من كل شهر. هذا توجيه نبوي عليه الصلاة والسلام حتى لمن يعتدل ويتوازن، حتى يعتدل ويتوازن. ولذلك أبو ذر وقع في هذا الجانب، حتى استضافه أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلى القيام في بداية الليل، قال له نم يا أبا ذر، وثم بعد ذلك حتى جاء إلى الثلث الليل وهو سلمان الفارسي، وهو سلمان الفارسي. نعم. قال ضيفا عليه. نعم. وقال له يا بذر إن لبدنك عليك حق ولجسدك عليك حق ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. إذن المعرفة يعني أحيانا يجهلها كثير من الناس، حتى صحابة رضوان الله عليهم وقعوا في إنجاز التعبير عدم المعرفة، وبالتالي لابد أن نعيد المعرفة الحقيقية قيمتها في فهم ديننا، التطبيق الحقيقي لفهم ديننا، وهذا التوازن بين المادة والروح وفهم مقاصد الدين أحيانا، وكثير من القضايا الحقيقية التي يحتاجها إحنا كأساسيات معرفة في ديننا، لأنها في كثير من القضايا الحقيقة نتيجة إنجاز التعبير الحرفية في الدين أبعدتنا كثير عن المقصد الحقيقي لروح الدين. نعم. هذا كل دكتور عبد الرحمن كلمة أخيرة يعني أيضا في سياق الحلول يعني أو بناء التدين السليم التدين الصحيح. يعني طلب العلم
طالب العلم هو الكافي بإرجاع كل متشدد إلى الصح، إلى الحق. التدين يعاني من الفهم الطرفي الأقصوي البعيد. نعم، وهو نفسه من لجأ إلى هذا التدين البعيد المتشدد سوف يعاني من تدين نفسه كما عانى ذاك الصحابي. فهو طلب العلم أولا وثانيا وثالثا، طلب العلم. أيضا هناك يعني لو أحببت أن يعني أحب أكمل هذه النقاط لاختبار سريع، ربما لم يبقى وقت، إذا في فكرة لا، هي أساسية فكرة، فكرة أن التدين قلبي وعملي مع الناس ومع الله، التدين في الفروض وفي السنن، التدين في الفروض الكفائية والفروض العينية. نعم. المتدين الحقيقي يفعل كل ذلك قدر الاستطاعة. بارك الله فيك يعني دكتور عبد الرحمن بني بكر والدكتور فائق بن رشيد، شكرا لكم، شكرا جزيلا. وأنتم أعزائي المشاهدين، فلنبني هذا التدين بناء قويما وصحيحا. الوعاء الإنساني يجب أن يكون وعاء قويا، وعاء نظيفا، زكيا، أن يكون بعيدا عن العصبية وأن يكون بعيدا عن الجاهلية، ثم نضع فيه هذا الماء النقي الذي هو الدين. إذن إلى أن نلقاكم أعزائي المشاهدين، أستودعكم.